الصيادي وحياة عينك يا عصفورة قلبي لاويلي بدي دقلك شي زارورة فيها الويلي يا ويلي الليل اللي علقتك على الزارورة وعلقتك في نوادي لوادي كركالي بلفش بزي شلون رأيك أبو خير؟ لك سؤال يا أبو خير مور عيوني أمور هذا اللي بيغنوا بمطاعم قد ايه بياخدوه؟ والله بلاوي لك عمي بلاوي هلا على الزمة صوتي حلو أنا؟ آخ يا صلوط بس بدك إذن تسمع بجنن صوته ماشي حاله يعني خارج غني بمطعم بنادي ليلي عميل يا فرزات انتو فرزات هستي عميل اللي نوار بياخدوا 1000-2000 عن جد شوف عمي صلوط لحاكيك بنور الله يلي عم يغنوا مالهم احسن منا وانت صوتك عين الله عليه مو ناقصه غير تشحيم وتزييد ايوه طب حواليك شي مشحم تبعتنا لعنده هات انظر منك مضرب عن ابو الخير لا لك صلوط شو لك علاقه بالصيد انت لك شو عم تحكي أزع عني منك صياد أنا حلال على ربك بالصيد عالطير لك أنا على الحاطط إيه ليك وصلوط إيه شو بنا صلوط شو هو ليكن العشة ها عطيق والله صوتك أحلى من صوت جورج والسنيك علي حلال ما بيك وضعنا ما بدي انه هذا بس عن جد صوتي احلى من صوت جورج السوق وحياتك انا لما كان عمري 10 غنيت يا طيبه 10 سنين 10 اشهر الله وكيلك امي انفلجت بصوتي بس طيبه ما صار لها سنتين طالعه صرتها حاجتك بقى بلا جنون هاي الغنيه انا طلعتها شو بقى بزمتك لك لك ما تبع حاكيك بكذب عليك انا بالعاده لك فرزات والله من اول ما شفتك قلت الشاب مطرب لك على فرزات انا بيني وبينك بدي فوت بالكار من زمان على فكره هو كار اللي ماله كار صفيان يعني بتعرف شو اسمها؟ تعمل لها غنية تضرب فيها بقى العالم كلها بتصير حواليك مثل النمل ومثل النحل حتى عيش له وتبلش بقى مسابع وروحات وجيات وسهرات وكذا ما بدها شيء ورسمها له شو؟ كاسة زهورة وسكر نبات وقعد مصمصة قبل ما تغني هي هلا هي هي الشغلة لو عرفاك طلعت مطرب انا الثاني لا لا حبيبي غلطان كثير لحتى تصير مطرب لازم يكون عندك مثلي رخامة خامة؟ خامة شو؟ لك لازم تكون مؤسس وعامل أرضية ودالق بوليبوند وسيلر وتيلوز ايوه لك شو مفكر هي ترتيبات رب العالمين عالم صوتهم مثل الحمير وعالم صوتهم مثل الحساسين يعني هي الشغلة عند رب العالمين بس انا اللي صارعني شلون بدي فوت بالوسط الفني يصير مطرب ما يعرفون تعرف شو مفكر مفكر اول شيء غني رديد قفشي مطرب وبحس رقة سل شوي شوي وقف محله وحطه وراي انا بس امسك الميكروفون وقت ما مسكت الميكروفون اخي فرزات اذا بيجي الطبل ببلدي ما عاد فنته طب عمي سلطة ما تقدم على السوبر ستار الله العظيم وين راحة يا رب تشيلك ام القلب يا رب علينا سلطة يا رب وينه ليكو شرف استاذ سكير الحمد لله على السلامة وينك لهلا دوبرني وينه كنت سهران بالمستان عند ابو خير مالك تضرب على ابك تقول انك بدك تسال عند ابو ضرار الصخم صارت الشغله على قبله شو مين الشغله؟ نحن مو بشي تقبرني بس غري قلبنا عليك كثير بتخافوا علي سكري شو قصدك يعني ما بخاف عليك؟ لو بتخاف علي ما بتسمعني الحكي اللي سمعت اياه امبارح بتذكره؟ لا بعدني بتذكره ذكرني فيه شو البني ادم ها؟ طب ليش عم تكذب علينا كلياتنا؟ ليش عم تكذب علينا كلياتنا؟ انت امبارح كنت عند ابو الخير؟ ما كنت عند ابو الخير صح؟ شو دخلك؟ انت شو دخلك؟ تخني شو دخلك؟ تخني لاني مرتك زنوب اللي بتحبك وبتحبك مين اللي حكي؟ انت قلت له عم كذب عليك ما تدخلي انت تقول ماني هون؟ لا والله العظيم وانا اللي قلت له لا وحياة الله لا ورحمة ابني وابي مو انا اللي قلت بس. له بس هو فعلا رن التليفون عم طاف سلطة ابن عمي الف مرة قلت لك قول ابن عمي سلطة بدي لك شغلة شغلة شو؟ شغلة ضرورية امبارح بالليل دقت وحدة وحاكتني سلطة! لك يا سلطة! نعم ونعم ان شاء الله ما شو عشان ولا مكتوب على ورق الخيار اللي بيصير بالليل بينام بالنهار اليوم الجمعة إذا نسيان لا والله ما هي نسيان بس مكسور علينا شغل يلا خلينا نمرقنا ساعتين نجي بصلاة الظهر يلا أخي أنا شغل معك ما عاد نشتغل مو أنت امبارح حتى يدبر حالك انا رح ادبر حالي بكل شيء
وشو بدك تشتغل وزير؟ اخي بكره بتعرف شو راح اشتغل. حاجه عليك الله يحرمني. اخي اللي نصحك النصيحه مستحمرك وعم يضحك عليك، صوتك مثل الجاروشي وما بينسمع، ما بينسمع. طب بتراهني رهن اذا بوقع شي برنامج الفن بطلع الاولي والكلمه زغطولي؟ لك يستر على اختك، يستر على اختك على هذا الحكي، يعني حلو بحقي قدام بيت حماي يقولوا والله اخوه مطرب تك 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 عم يغني؟ إيه هذا اللي ناقصني انا معناتها بروح بسال بيت حماد شو بدهم يعني يشتغل الثاني مشان ما يزعلوا اختي، على اساس انها كثير شغله كبريه وبيفهموا دق 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 دق. العوا لهذا اللي بيعملوا شيء، العوا بعيونك هلا يا حد هلا هلا. لك شو في ليش بطلت ضالعه؟ ما في شيء استاذه ما في شيء. يا خلك ولا صلاته. لانه عليك دربايه. مطرب. يلا تركيني بهمي تركيني بهمي بكفي اللي عم شوفه منه. طيب فهمني شو القصه بكي فيني ساعدك. لك الله وكيلك شوي تاني رح يقلعني انا وامه مشان خطيبته. تقولي عم يدفلوا السحر المصاري اللي صار له سنين عم يصمدون عم تشرعون اول باول وهو عم يدفع مثل الاهتر. هدول المصاري على اساس هو شو قايمهم اللي يعمل فيهم عمليه امه. ويا ريت البنت منيحه الا سمعتها استغفر الله ما بدي احكي. واخر طب الكيل بدها يغير مصلحته من عدات صحيه لكمبيوترجي. ما في شيء سلطه يضل اخوك الكبير ولازم تتحمله مشان الله تعالى صالحكم. تعال لك حاجتي اللي يتحمله عامل لك شوي تاني رح يقلعني انا ومرتي كرمال خطيبته. طيب ماشي الحال خلص هلا تعال تصالح انت وياه بعدين بنحل المشكله. تعال يلا. طب دقيقه واحده بس اجيب بسكليت. امي تركيلي هالحسابات من ايدك وتطلعي فيني شوي حلوين اوعيه. يو 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 ان شاء الله ما بتبلي الهي. لك امي انت كيفك راكز شو ما لبستي بالبقله؟ الله يسلمك يا عمي تقبريني. بدك شيء؟ ليك امي عم يزمر لي بالتاكسي. تعي تعي لهون رمزيه. لك امي لا تنزلي انت خليه يطلع هو لعندك بعدين مثل ما قلت لك. لك امي خليكي هيك ثقيله وراكزه ولا تعطيه وش زياده وستي له بعدين كلام من تحت لتحت. حاضر امي والله العظيم ماني غشيمه اللبيب من الاشاره يفهم بس هالمره سامحيني معلش ينزل انا بدل ما يطلع هو مو فارقه امي ليك الزمور نغر مخي. يلا تقبريني مهونه ديري بالك تقبريني. هيك توفق يا رب. يعني معلشي ما بدي ازعل القصه مثل اخو تعمل له تعزيز للبيت شو عليه شوف كيف حيلته عامل يعني اهلا وسهلا. ما تبني على هالحوصه يا زينب عقبال يا مطيع ما نشوف مرتك عم بتحوس بهالبيت وتطعمينا من اكلاتها الطيبين. ايوه حبيبتي انا ما بعرف اطبخ بالاساس بعدين احنا ما بنطبخ كل اكلنا جاهز من المطاعم حبيبتي معلش جايبتنا عمرانه الحمد لله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بعدين حبيبتي اذا 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 لعبت يعني طبخنا فامي هي اللي بتفوت على المطبخ وبتطبخ اما انا ما بعرف اطبخ ناقصني تصير مثل اللفايات. خالتي هذا الحكي اسمعي من هون وكبيه من هون رمزية أطيب من هيك. بكرة متى ما نضبط عندي بالبيت رح تصير أحسن طباخة شوي شوي. شو هاي نضبط حبيبي شو شايفني فلتانة بالشوارع أنا حسن ملافظك يا أخي الألفاظ منافذ السعد شو بعد بعدين حبيبي شو هاي شوي شوي بصير أحسن طباخة شوي شوي بصير امرأة عادية جدا وهذا مستحيل. هذا اسم مسلسل ما؟ لا حبيبي هذا اسم فيلم سينما اسمه زوجة رجل مهم بس أكيد مو أنا هذيك ميرفت أمين وجوزها كان أحمد زكي على سنه رمح مو حضرة جنابة. شبني أنا؟ ما بتشكي بشي. والله يا خالتي كل البنات بيقولوا هيك وبعدين بيندعكوا خصة إذا في تفاهم. أيوة رجعت مرت أخوك تتحالى أهلاً وسهلاً رمزية. لك مين هاي اللي رايحة جاي رايحة جاي بنظري والله زغت لعيوني. عليم الله أمك دمها تخفى شايفة ما أحلاها بتضحك وبتسلي أحسن من القفل عن كرتون. خالتي ما بيصير هيك تحكي فضلوا الفهم على العلم. ايوه شو قصدك يعني انه انا ما بفهم يعني ماجره الطابق الفوقاني فتحي ولا قلي مطيع نعم شبك شو جايبني لهون لحتى اتبهدل انا. طولي بالك يا رمزيه مو هيك القصه طولي بالك خالتي نجميه عم تحكي من باب المونه يعني معتبرتك واحدة منا معتبرتك مثل ولادها. خالتي شبكي صلي على النبي شوي القصه ما بدك لها هالقد. اللهم صلي على النبي. يا امي شو قالت هاي الحربايه
لك امي ليش مو ضابط غراضك كلهم مع بعض؟ هلا بيطلعوا بالتذكير. ايه وايش كان امي؟ شو يعني واذا طلعوا بالتذكير؟ ما بيصير لك امي ما بيصير، من يوم يومنا منضب البقشه وهن طالعين بالتذكير قبل صلاه الجمعه. وليش هيك خالتي؟ مشان يتباركوا يا خالتي، لانها ساعه مستجابه، ومشان الله ييسر امورها. يلا امي يلا، ناوليني شاد الحفوضات. شوفي هلا شو ما امسك الغرض بفرده وبضبه بتقروا معي. يلا امي يلا هاتي.